موضوع محاضرتنا هو موضوع جديد لكن موضوع جدا مهم، هو البريدج اند ذير ابليكيشن. البريدج سيركت، دائرة البريدج، هي تستخدم على نطاق واسع لمعرفة قيم مكونات القياس، سواء كانت هذه القيمة للمقاومة أو للملف أو للمتسعة، وكذلك لحساب القيم المشتقة من هذه البارامتر اللي هي الفريكوانسي والفيز أنجل والتمبريتشر. إذن البريدج هي جدا مهمة لقياس أي مكون مجهول القيمة أو قيمته غير معلومة بدلالة المكونات الأخرى الموجودة وذات القيم المعلومة. هنا عندنا فقرة كلش مهمة، إنه البريدج أكيوريسي ميجرمنت آر فيري هاي بيكوز ذي آر كرنت ميرلي كومبيرز ذا فاليو أوف إني كناون كومباوند تو ذا ذات إن أكيوريتي كناون كومباوند ستاندرد. البريدج الدقة مالتها للقياس تكون جدا عالية، السبب إنه في هذه الدوائر تكون القيم الغير معلومة تحسب بمجرد مقارنة مع دقة القيم المعلومة. يعني إذا كانت عندنا قيم في الدائرة معلومة، فإن القيمة المجهولة سوف نستطيع استخراجها وبدقة عالية، لأن عملية إيجادها هو مجرد مقارنة بين القيمة الغير معلومة والقيمة المعلومة، لأن راح تصير عندنا بيناتهم نسب. راح ناخذ أول نوع هو الدي سي بريدج. البيسك مال الدي سي بريدج منين يتألف؟ يتألف لي من أربع مقاومات أو أربع أذرعة من المقاومات. هاي الأذرعة من المقاومات هو الذراع الأول R1 والثاني R2 والثالث R3 والرابع R4. كلهم ذول الأذرعة يربطون إلى مصدر الـ EMF أو باتري، وكذلك تربط إلى كاشف دائما نستخدم الجلفانوميتر، أو يستخدم other sensitive current meter حساس لمقياس التيار. بالدي سي بريدج عادة احنا وين يستخدم؟ يستخدم لقياس قيم المقاومات. قيم المقاومات راح ناخذ اول نوع هو الوتستون بريدج. هذه الطريقة لإيجاد قيم المقاومة باستخدام الوتستون بريدج تعتبر الأفضل والأكثر شيوعا لقياس متوسط المقاومات، اللي هي قيمها شقد تتراوح بين الواحد أوم وعدد قليل من الميجا أوم. التيار الذي سوف يمر في داخل الجلفانوميتر سوف يعتمد على قيمة الجهد بين هذه النقطة اللي هي نقطة سي ونقطة دي كما موضح في الرسم. هنا الجلفانوميتر راح يكون في الوسط، فقيمة التيار المارة في الجلفانوميتر تعتمد على فرق الجهد بين نقطة سي ودي. هنا هاي فقرة مهمة، انه البريدج سايد تو بي بالانس. ايش وقت اقول انه هذه البريدج في حالة اتزان؟ عندما يكون فرق الجهد عبر الجلفانوميتر هو صفر فولت، يعني الـ VG مال الجلفانوميتر هو صفر، بمعنى لا يوجد تيار مار داخل الجلفانوميتر، فـ IG تساوي صفر أيضا. فالشرط اللي يتحقق حالة الاتزان هو عندما فولتية الـ CA تساوي لنا فولتية الـ DA. فولتية الـ CA هي نفسها فولتية الـ R1 وهي V1، وفولتية الـ DA هي نفسها الـ V مع الـ R2 وهي V2. أو الاحتمال الثاني عندما تكون فولتية الـ CB
تساوي لنا فولتية الدي بي. فولتية السي بي هي نفسها الفولتية عبر المقاومة R3 وهي V3، بينما الفولتية الدي بي هي نفسها فولتية R4 وهي V4. فلتحقيق هذا الشرط راح نحولها إلى معادلات. فولتية الـ V1 هي نفسها فولتية تساوي فولتية الـ V2، وعندما تكون الـ IG صفر. فراح نعوض باستخدام الفولتج ديفايدر قيم الـ V1 و V2. قيمة الـ V1 هي مثل ما ذكرنا هي الفولتية عبر المقاومة R1، فراح تساوي لنا حسب قانون فولتج ديفايدر هي فولتية المصدر E في R1 على R1 زائد R3 في المقاومة اليمن على مجموع المقاومات المربوطة على التوالي. وبنفس الطريقة نجد الـ V2، V2 تساوي لنا الـ E فولتية المصدر في R2 على R2 زائد R4. المعادلة 2 والمعادلة 3 نعوضها في معادلة رقم 1، راح تصبح لدينا معادلة R1 على R1 زائد R3 تساوي لنا R2 على R2 زائد R4. هنا الـ E في الـ V1 والـ E في الـ V2 بعد التعويض تختصر من الطرفين، لذلك ما وضعناها. بعد تبسيط المعادلة حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، نستخرج المعادلة اللي هي R1 في R4 تساوي لنا R2 في R3، اللي هي تسمى بالبالانس إكويجين فور وتستون بريدج. لذلك إذا كانت الـ R3 من هذه المعادلة، إذا كانت لدينا ثلاثة مقاومات معلومة ومقاومة واحدة غير معلومة، نستطيع حسابها بهذا القانون R4 اللي هي المقاومة المجهولة تساوي لنا R3 في R2 على R1، حيث الـ R3 تسمى بالستاندر آرم، تسمى بالذراع القياسي، بينما الـ R2 والـ R1 هي تسمى الـ R2 على R1 هي تسمى بالأذرع النسبية، لأن هي راح تكون بنسبة R2 على R1 في قيمة الـ R3 نستخرج قيمة الـ R4. Thevenin equivalent circuit يقول القياس إذ كان الكلفانوميتر هو حساس لاكتشاف عدم الاتزان، شرط عدم الاتزان أو لا، فضروري حساب قيمة التيار التي سوف تكون قليلة في حالة شرط عدم الاتزان. فالحل إلى هذه المشكلة إنه حولنا ووتستون بريدج إلى ثيفنين إكوفيلنت. هنا ليش حولنا ثيفنين إكوفيلنت بدل ووتستون بريدج؟ وذلك لتأكيد وحساب قيمة التيار المار في الكلفانوميتر إذا كان صغير في حالة عدم تواجد شرط الاتزان. لذلك استبدلنا قيمة التيار في المار خلال البريدج بـ Thevenin Equivalent Circuit، واللي راح يكون موضع الرؤية فيها من خلال التيرمينال C و D، يعني في موقع الكلفانوميتر. فطلاب هذا المكان الكلفانوميتر اللي هو كان G، فأصبح هنا هو موضع النظر، فمن خلاله نجد قيمة الـ R Thevenin و E Thevenin بنفس الطرق اللي ماخذيها في الأول. فهسه أول شي راح نحسب قيمة الـ R Thevenin. الـ R Thevenin راح تكون بين الـ C والـ D، فيكون من هنا النظر نباوع على طرف C. طرف C مرتبطة بـ R1 و R3، ونهايات الـ R1 هي نقطة A، بينما نهاية الـ R3 هي نقطة B، بينهما مصدر فولتية. عند إيجاد الـ R Thevenin كل مصدر فولتية يصبح شورت كأنما سلك،
خط مستقيم، لذلك فتعتبر أن الآر 1 والآر 3 هي متصلات في نقطة أي من النهاية وفي نقطة سي من البداية، فأصبح عبارة عن مقاومتين على التوازي. أما بالنسبة للجهة الأخرى من الطرف دي، نلاحظ أن الآر 2 والآر 4 مرتبطات بنقطة دي، وكذلك من الطرف الآخر مرتبطات بالنقطة أي، لأن الإي مصدر الفولتية أصبح شورت سيركت عند إيجاد الآر ثيفنين، كل مصدر فولتية يصبح شورت، فأصبحت آر ثيفنين هي تساوي لنا الآر 1 توازي مع الآر 3 وهم توالي مع الآر 2 متوازية مع الآر 4. إذن الآر ثيفنين تساوي لنا آر 1 على التوازي مع الآر 3، هاي زائدا مال التوالي، زائدا الآر 2 توازي مع الآر 4. راح نعوض الآر ثيفنين تساوي الآر 1 على التوازي مع الآر 3 هي تساوي حاصل ضربهم على جمعهم، فتصبح الآر ثيفنين تساوي لنا الآر 1 في الآر 3 على الآر 1 زائدا الآر 3، هاي زائدا ما التوالي الآر 2 على التوازي مع الآر 4، فراح يصير ضربهم على جمعهم آر 2 في الآر 4 على آر 2 زائدا آر 4. الإي ثيفنين راح تكون قيمتها هي فرق الفولتية بين الفي 1 والفي 2. إذن الإي ثيفنين راح تساوي لنا الفي 1 راح نطلعها باستخدام قانون الفولتج ديفايدر، اللي تساوي لنا الإي في آر 1 على آر 1 زائدا آر 3. في 1 هي على المقاومة آر 1، بينما الفي 2 هي على المقاومة آر 2، ويصبح القانون الإي في آر 2 على آر 2 زائدا الآر 4. استخرجنا الآر ثيفنين والإي ثيفنين. هسه نرجع نستخرج قيمة التيار الآي جي. الآي جي هو يساوي لنا الإي ثيفنين على آر ثيفنين زائدا الآر جي، وهو قيمته كلش قليلة. هنا نستطيع أن نحسب انحراف الجلفانوميتر بهذا القانون، يساوي لنا تيار الجلفانوميتر الآي جي في حساسية التيار له، ويقاس بوحدة الملي متر على مايكرو أمبير. هذا قانون حساب انحراف الجلفانوميتر دي، يساوي لنا الآي جي في كارت ساينسيتيفيتي.